هاي، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ معاكم رضوى فيديو بلوجر. النهارده هتكلم على ازاي تقدري تعملي حواجبك وشنبك في البيت بما ان الكوافيرات اتقفلت، او حتى لو ما اتقفلتش فاضمن ليكي انك تعملي حواجبك او شنبك في البيت عشان الفيروس ممكن يتنقل من مسافه، زي ما قالوا مؤخرا يعني حتى لو 5 متر ممكن الفيروس يتنقل، حتى لو على مسافة 5 متر ما بين حد وحد يعني ممكن الفيروس يتنقل. فأضمن ليكي انك تعملي شنبك في البيت، وهقولك ازاي تقدري تعمليه في البيت بطريقة سهلة جدا جدا، تمام؟ بس وياريت قبل ما تتابعوا الفيديو ما تنسوش السبسكرايب لو لسه ما اشتركتوش في القناة، واللايك علشان القناة تكبر. يلا بينا نبتدي. اول حاجة هتجيبي خيط، تمام، وملقاط. طبعا هتعملي ايه؟ الخيط اهو، هتاخدي كده، هوريكم دلوقتي تاخدوا قد ايه الكمية. تاخدوا طول كده يعني، قولوا قد كده، مش عارفة قد ايه، و هتربطوا الفتلتين ببعض، تمام، يعني هتعملوه بالشكل ده، وهتيجوا في اخره كده في اطرافه هتيجوا تربطوها، تمام. بس هيبقى معاكم بالشكل ده، شايفين كده. هتيجوا تعملوا ايه بقى؟ هتلفوه كده، هتلفوه بالمنظر ده، هتثبتي ايد والناحية التانية هتقعدي تلفي كده كذا مرة، وبعد كده هتعملي كده يعني صبعين كده وصابع كده، شايفين؟ والناحية التانية نفس الحكاية، تمام. خلاص احنا عملنا كده، بس يستحسن ان اخر الطرف المربوط ده تكوني ماسكاه كده كويس من هنا كده، وتبدأي تلفي كده عشان ايه؟ ما يضايقكيش وانت بتشتغلي، تمام. الطرف ده لازم تبقي ماسكاه من الناحية التانية، الحتة اللي مربوطة دي تبقي ماسكاها من الناحية التانية، تمام. وهنعمل صبعين كده وصبع كده، وهنمسك الحبل كويس، الخيط كويس، وهتحطي كده اوكي، وهترفعي ايدك، يعني انت دلوقتي عاملاهم كده، هترفعي ايدك كده صوابعك كده، وهتثبتي الناحية التانية، تمام كده. الممارسة هتيجي، تمام، يعني اقعدي جربي كتير هتيجي معاكي. في الاول هتحسي نفسك مش عارفة تعمليها قوي ومش عارفة تظبطيها قوي، بس مع الممارسة هتيجي. تاني بصوا، تحطوا كده، هتثبتي دي خالص، الناحية دي هتثبتيها وهتشتغلي بس كده، اقعدي اعملي كده كتير هتلاقي ايدك ايه، اتعودت على الحركة كده. تاني اوكي، هتعملوا صوابعكم كده وهترفعوها كده، ترفعوها كده، ترفعوها، وبعد كده لما تلاقي البتاع جت لاخرها كده هتعملي، هترفعي ايدك الايد الناحية التانية، هترفعي ايدك الناحية التانية كده عشان ترجع تاني مكانها، فاهمين قصدي؟ يعني دلوقتي انتوا عملتوا كده، الحته اللي بتشيل الشعر راحت الناحيه على اخر الطرف التاني، فانتوا عشان ترجعوها تاني الاول هتعملوا كده، تمام، هترفعوا صوابعكم الناحيه التانية كده، يعني انتوا لما تيجوا تعملوا كده هتلاقوا الطرف جه على الاخر هنا، فانتوا عشان ترجعوه تاني في الاول هترفعوا صوابعكم كده تاني عشان يرجع ايه، الحته اللي بتشيل الشعر دي ترجع تاني مطرحها بس. وبعد ما تتاكدي كويس قوي انك اتمكنتي من الحركه دي هتروحي لحواجبك، نفس الحكايه هتعمليها كده. كده هتيجوا هنا، بصوا دايما ايه يعني ما تقربوش من، عشان انتوا مش متمكنين، وانا بقالي سنين بستخدم الحركه ديت بس استحاله ابقى متمكنه قوي منها، فانا بروح لاطراف يعني اخر الحواجب، يعني ما اقربش ابدا من الحاجب نفسه، بروح اطرافه اخره واعمل فيه كده.
هتقعدي تعملي تمرني نفسك كده، يعني ممكن تعملي وشك كله عادي، بس انا مش بحب اعمل وشي كله. بس وهتيجي بقى في الاخر بقى الحاجات اللي مش عارفه تشيليها بالفتله هتشيليها بقى بالملقاط، يعني الحاجات اللي هنا دي هتشيليها بالملقاط. بس انا كده اكون خلصت. انا الحركه دي بعملها، انا اصلا مش بروح الكوافيرات عشان شنبي وحواجبي، واروح مثلا كل شهرين مره علشان بحب دايما ايه يعني اكثفهم، تمام؟ فبروح كل فين وفين الكوافير عشان حواجبي، وشنبي على طول بعمله في البيت. فالحركه دي بعملها من زمان، من قبل كورونا والكلام ده كله، بس جت الفرصه ان انا اقول لكم علشان في ازمه دلوقتي في الكوافيرات وكده، فحبيت اقول لكم الموضوع دوت بس. وهيكون فيديو النهارده خلص على كده، اشوفكم ان شاء الله فيديو جديد، واستنوني وباي باي.